تفضل تفضل. انني ممنون من وجودي في كاليفورنيا بعد رحلة قمت بها من بلادي على الطائرة. وصلت إلى هذه البلاد ورأيت من الرقي والحضارة والاهتمام بشؤون الزراعة والعمران ما أسرني كثير. والحقيقة أن الرحلة هذه كانت موفقة، رأيت من الحكومة ومن الشعب كل عناية وكل احترام وسرور. وإني أرجع من هذه البلاد وأنا أحمل بين جوانحي أعظم التقدير لما رأيته من أهلها حكومة وشعبا من الإكرام والاحترام، وأتمنى لهم الهنا والسرور. لا شك أن سموكم زرتم أماكن عظيمة كثيرة، فما هو الأثر الذي خلفته هذه الزيارة، وأي أثر ترك في ذهن سموكم أكبر أثر؟ إن الزيارة على الإطلاق موفقة، وكل شيء يعني رأيته يلفت النظر. وأعظم ما شفت في المشاريع هو خزان بولدر الذي لري الزراعة وتوليد الكهرباء والهندسة العظيمة الذي قام بها هؤلاء المهندسون. سموكم عارفين اليوم انكم راح تزوروا المزرعة اللي فيها الخيول العربية. لا شك ان سموكم تحبوا الخيول العربية كثير. يسرني كثير اني ارى الخيول العربية، لان الخيول العربية من باعها بلاد العرب.